شاب عشريني مؤمن بأفكاره حول مقهى ستاربكس المتواضع لأكبر سلسلة مقاه عالميا. ستاربكس الضخم كان مقهى صغيرا في سوق متواضع في سياتل، أسسه أكاديميون عام 1971 واختاروا الاسم من شخصية في رواية موبيديك. كان الهدف بيع حبوب القهوة عالية الجودة، ولكن زيارة الشاب هوارد تشولز للمقهى عام 1981 غيرت مصيره. انبهر تشولز بالمقهى فعمل لديه كرئيس للتسويق عام 1982، طور مهارات البيع للعاملين وأنتج كتيبات بمنتجات المقهى. زيارة تشولز لإيطاليا فجرت لديه فكرة سلسلة ستاربكس الحالية، حيث لاحظ مقاهي ميلانو المنتشرة بالمئات في المدينة، ولكن ملاك المقهى عارضوا فكرة التوسع والانتشار. فغادر تشولز ستاربكس عام 1985 وأنشأ مقاهي غورنيل الناجحة، ولكن حلم تشولز عاد له بعد عامين، إذ عرض ملاك ستاربكس المقهى للبيع، فامتلك تشولز زمام المقهى لتنطلق بعد ذلك أسطورة ستاربكس الحالية.